يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعذر الجاهل بالتوحيد في زمننا هذا، وما الحكم في أصحاب الفترة؟ أصحاب الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر أحد بالجهل إلا المنقطع عن العالم، المنقطع عن العالم الذي منعزل ولا يصل إليه شيء هذا يعذر، أما الذي يتصل إليه الأخبار، والآن كما ترون الاتصالات والإذاعات والبث يصل إلى كل مكان في الأرض، ما بقي في الأرض مكان ما يأتيه ويسمع، والعلماء منتشرون، ما تجد بلدا من بلاد الأرض إلا وفيها مسلمون الآن، هل في بلد ما فيها مسلمون؟ بلد كافر محض؟ ما أظن، المسلمون منتشرون في كل الأرض ولله الحمد، فما بقي عذر لأحد. نعم.